المغرب مغربنا والمالك حبيبنا المغرب مغربنا والمالك حبيبنا المغرب المغرب مالكنا والمالك المغرب مالكنا والمالك مغربنا والشعب تنمير التنمير انا راه ماشي عازف طونجو نقصر معاكم. اهلا وسهلا وكيفاش راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام على النبي العربي سيدنا محمد روحي وراس مالي علمناهم حصلنا معهم والقرا خير من جاك الصباط من رجاك والقرا خير من جاك التورات من رجاك والقرا خير من جاك القفطان من رجاك والقرا خير من جاك الطاجين لا هوية لا تاريخ لا تراث لا هوية وغي تبعني ولا سقفية لا وانا غي مغربي وانا غي مغربي والمغرب هو حبي والقرا خير منين جاك الطاجين منين جاك والقرا خير منين جاتك الطنجية والقرا خير منين جاك البراد منين جاك والقرا خير منين جاتك الصينية ومالك لا سقفية ومالك قرا خيرو باغين يطيرو ومن المغرب في المغرب يحسدو ويغيرو والله لا مقصر يا بالله شوف انت اللي بغيت وخدعتيني انت اللي بغيت وغدرتيني انت اللي بغيت وخدعتيني انت اللي بغيت وغدرتيني واليوم صبحات حياتي هانية
واليوم ولا المغرب حاجة تانية، واليوم صبحت حياتي هانية، واليوم المغرب ولا تانية، انت اللي بغيت مغناطيني. أهلا وسهلا. I hope you abandon the French language and replace it by French language. اسمح لي شوف نحضر المعقول. الفرنسي باقي ياكل في المغرب. عندك تغلط وعندك تغلط وليداتك. والله القسم كندوي معاك. ما عندكش فرنسي ما تلقاش ديفيسيل دو تروفي دي بولو. تخي ديفيسيل. سمتي؟ أنا كنقري الأحفاد ديالي الفرنسية يدقدقوها وكيقراو لونجلي وكيقراو الإسبانيول. ولادي سون كوادري لانغ، كلهم عندهم الاسبانيول وعندهم الكوريا وعندهم الانجليزيه وعندهم الفرنسيه وكيزيدو دوطخ لونغاج. هاد اليامات هادي المواد الغذائية غلاو، الخضرة والفواكه بالخصوص الخضرة، البطاطا واللوبيا البطاطا واللوبيا. كيجوني بزاف لي ميساج يقول لي هضر على هادشي. انت انا ما نقول لك لا اوكرانيا وهذا كورونا. وكان شي فلاحة جاوبوني قال لك هاد الجليد ضرب بزاف ديال الخضر والقضية قلالت، ولات المضاربة ما بين البيعة والشراية، الباساج ديال السلعة ما كتوصل للمستهلك حتى كطلع الثمن ديالها. الصوت ضعيف. شوف نهضروا المعقول، المغاربة كلهم وطنيين، كيتأزموا المشاكل، الله يحسن العون، فهمتي؟ راه بعض المرات كاد الفقر أن يكون جهلا، فهمتي؟ راه الفقر شوية راه كيجهل، سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ دابا لو كان تا جبنا ما باغي نتلاقى حتى مع واحد، صافي سي فيني نتلاقى مع راسي صافي كاترون وانا نغوت You're ready to be who better than to be brute another land not your land Not your homeland. I know you want to come back here. See the red flag with green star. I know you're suffering. I know you're complaining. You wanna be here with us. You're ready to be Morocco. Living among your family, among your Russian friends, I know that you love your homeland, and I know that you wanna be here with us. I can help you, young. I can help you, really, my friend. You wanna stay there, you see that here is our entire satisfaction. Among all your family,
مروكو معلن مروكو Yeah, my friend is our vein Morocco is the blood running inside our vein Morocco It's not only my heart, it's my soul, the reason of life I have no time to waste with the loser I have no time to waste with negative sound I'm here, I will be here I will never move I have nowhere to go Just Morocco I wanna see you smiling every time I wanna see you The light of sun Optimistic Yeah, my friend Just look around you You're living in the best country I don't want your money Neither you, honey I don't want your abuse I don't want any fame, no notoriety I'm here I will never go back to the dark past I still remember those days Oh, what a bit this with cruel human beings I know you wanna be here Yeah, my friend Ooh. I love you When you are smiling I help you When you are crying I have only one land, only one nation, one country called Morocco. I have only one king, my wise one. It's my passion. It's you. I know. هذه ماشي اغنيه تنصيره زعما زعما مزيانه فهمتي يفوا بواغ دو لوداس نتمنى الحدود تبقى مغلوقه ابديا لان العقليه العقليه ديالنا حنا ديفيرونت بغيت نسمعكم الدغني واحد لي بيتي زيكستري ديال عبد الحق الصنايبي اللي هو عزيز عليا وهو هو لا تبعتيه كتستافد ماشي مهرج وماشي ما كيكري ما كيكري لا فتنة لا والو كيعطيك الواقع وكاين بزاف اللي كنتبعهم انا واصدقاء ديالي وكنحترمهم لانهم ما كيجيبوش كونسيبت ديال يصف الجزائريون فرنسا بأنها أمة شريفة بأنها إذا عاهدت ستفي غادي توفى بالعهود ديالك يقول شريفة
الحال. لذلك ان كان الارتباط ديالهم كان التعلق ديالهم فرنسا راه قديم، الاخوان اللي كانوا متبعين معنا هاد اللايفات اللي كنا هضرناه قلنا بان داك الشهر التاسع او العاشر اللي كتذكروا كانوا طلبوا من الجزائريين السكان ديال المدينه ديال الجزائر انه يعين الملك عليهم، وبالتالي كان ديما هاد لافيكسيون هاد الاعجاب بهاد الصوره ديال فرنسا. وهنا ابو القاسم سعد الله من اكبر المؤرخين الذين يعتمدوا عليهم الجزائريين، فهو كيقول لك لم تكن هناك لا مقاومه ولا هم يحزنون، وبانهم يعني ساهموا في تسهيل دخول ديال فرنسا بطبيعه الحال الى الجزائر، باش ما يقول نزل الاسامي راه كانت العافيه شاعله وراك البارود فالكني كان البارود سيدي فرج وقال ما وهذا كان سكات. وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم كان وعدكم انني غندير واحد الدراسه على الفتره ديال 1830 1962 باش نشوفوا نطالعوا حقيقه الاوضاع ونشوفوا فعلا كانت هناك مقاومه للتواجد الفرنسي، بما انه كان هناك تعايش تام بين الفرنسيين وبين الجزائريين. انا كنت تلاقيت هنا واحد الاب ديال واحد الصديق ديالي السي امين الله يجازيه بخير، وكيعاود لي كيقول لك كيفاش انه ملي كانوا الجزائريين عندنا هنايا في المغرب ملي كيوقع شي مشكل ديال شي مغربي مع شي مغربي كانوا كيمشيو للشرع، يعني القضاء الشرعي هو اللي كيحكم بيناتهم، لكن ملي كيوقع شي مشكل ديال شي جزائري مع مغربي او جزائري مع جزائري كانوا كيمشيو امام القضاء الوضعي اللي هو يستنوا بالقوانين الفرنسيه. وبالتالي ما كذبوش عليهم المغاربه حينما قالوا انهم كانوا يعني دوزيام فرانسيس، هذه حقائق تاريخيه ما كنقولوهاش باش نألمهم ولا باش نقول لهم انهم تقدروا تعاودوا تبنيو الامه الجزائريه من جديد، وخصكم تراكموا لها لعقود ولقرون، لان بناء الامه بالتعريف ديال الانثروبو. دونك هنا اكستري ديال سي عبد الحق الشطيبي، وعلاش عزيز عليا باسكو تبعت بزاف ديال اليوتيوبر، وهذا لقيتو كيمشي للمنبع وكيمشي للحقيقه التاريخيه بالدليل والحجه الماديه باغ بانون لا ها جون سبيكين ان دي اير كيهضرش في السماء توركين ان دي اير توركين ويدا سير اني تانك بارلي بور بارلي. وهادو هما اللي نورمالمون خص يكون عندهم الملايين ديال الملايين. مالوغوزمون ما فهمتش انايا مع الاسف ما فهمتش شنو هو الميول ديال المغربي، واش المغربي يبغي اللي يتلاعب عليه واللي ينافقو ولا اللي يشطح ليه ويتعرى ليه حاشاك، ولا شنو بغيت هاد المغربي. انا نقدر نانكوراجي كلكان دوطخ اللي يهضر حسن مني ويفهمكم حسن مني ويهضر معكم حسن مني، انا جو مي بريزونت كوم تيموان، ولكن غالطين الناس اللي كيحسبوني من الحمارة للطيارة. وما كنقولش حاسلكم باسكو الحمارة حيوان ظريف والحمار ظريف، لا انا عندي كيميل عندي تراكم ديال الاكسبيريونس ديال التجربة، وكذلك انا راه ماشي واحد اللي دوزت جامعات ودوزت مدارس، دورت مركز اصعب مركز دوزتو ديال 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 ليناب ديال التكوين، راه كانت عندنا 22 مادة ديال القراية. القانون كيما كان النوع ديالو من الدولي من الدستوري من المدني من الجنائي من الاداري ديكورتيكي عاد خلي لا جيوغرافي بوليتيك ولا ايكونومي بوليتيك ولا سيونس بوليتيك ما خلينا ما قرينا، وتقرا وتمنك نص نهار تجيب التزام. دونك ما عليناش حنا كنقولوا بنادم عاد لي غوشيرش بيرسونيل، حنا كي جينا بغينا المغربي يستافد من التجربه ديالنا. المغربي اللي ما عارفش، لان كاين اللي عارف كاين بزاف اللي عارفين، وبنادم اللي غضبان على بلادو يعرف المشكل منين جايو. المشكل جاي من الجيري، المشكل جاي من تضارب ايديولوجيتين دوز ايديولوجي ها ستراغلين كومينيست ويد كابيتاليست كونتينيوس فايت، واحد الحرب اللي هي بقات بالنسبه للمغرب بالنسبه للمغرب والجزائر بقات ابديه، والمغرب ما متشبتش بالحرب. المغرب لا يهاجم الجزائر، المغرب ما كيهاجمش الجزائر. دونك وكنت كنقول انا ان صافي لونطون كنت كنقول الدوله الوحيده اللي عندها التراث هي دوله القبائل، عندها التراث ديالها، واخا مشاو لها الصناع كتاخذ لي بوجو واللبس وكل والزي ديال توت لارجونتوري كتاخذها من المغرب، كتجي لصويرة وكتجي لاكادير وكياخذوا لي بيجو ماروكان لي كابين، هما اللي عندهم لي كريتير باش تكون عندهم دوله، عندهم شعب، عندهم تاريخ، عندهم رموز، لان الا مشيتي للكاهنه ولا مشيتي راه دي كابيل، هذوك راه كابيل. بينما لو راس دو لالجيري غادي تقسم حتى هو لدول، لان لو نوماد حتى هما لي نوماد ديال ازواد والتوارك حتى هما عندهم تاريخ ديالهم ومتحررين على كيفاش الصوت ضعيف، كومون لو صوت ضعيف جو نو كومبرون با بلاتي
ودابا الصوت ضعيف. ها المهم هادشي اللي عطى لها هذا غير بورطابل، هذا عندي بزاف ديال لي بورطابل ولكن راه كيسينياليوني يحيدوني بشحال بشحال الاخر. دونك لا كابيلي كيما قال السي عبد الحق الصنايبي هي الوحده اللي عندها مكونات وعندها لي كريتا، وهضرت عليها شحال هادي ونهضوا سبوا وعيروا، ولكن راه هو هذا الواقع. انا عشت في الجزائر وكنشوف ان لي كابيل عندهم ثقافه، عندهم تقاليد، عندهم هويه، عندهم لغه خاصه بهم ومختلفين على العقليه الجزائريه. هما كيشبهوا المغاربه بزاف. علاش باش كيشبهوا المغاربه؟ انا ما كنشوف شنو كاين الداخل اتونسيون، لان المغرب ساعد شحال شحال ديال عباد الله وداروا عليه، حنا زرناه في الغدر. دونك هاد لي كابيلي عشتو ديورهم هنا وعشت معاهم، ناس خدامين، ناس يديروا اي حاجه بحال المغاربه، يقدر يسرح البقر، يسرح الغنم، يسوق الحمير، يمشي للفيرما، يخدم في الارض، يخدم شي حاجه. وهادو هاد العقليه ما كايناش على الجزائر. الجزائري ما كيحملش اللي يكون خدام، الجزائري ما يحملش اللي يكون خدام واللي يكون اونيت. عدوهم اللي يكون اونيت مع الباترون، يكون يخدم بنيتو الباترون، واي حاجه خايبه ما يخليهمش يديروها. كيقول انت بياع، انت شكام مروكي كذا. لو كابيلي لي كوم سا، الا ما تبدلش. انا جو بار دي كابيل، انا كنهضر على الكابيليين، ام توكين اباوت الجيريان كابيل، ماشي فرنش ولا ربما فرنسا كتبدل. انا ما كندخلش الصراعات، انا كنفسر، ما داخلش الصراعات. تكون هاني، انا ماشي شغلي فيهم، انا ماشي شغلي. وكنطلب انا الدوله ديالي ما تدخلش فيهم، هذا كلام معقول ما ندخل. غير كنفسروا. علاش؟ لان هما ديما كيجبدوا الموضوع على اننا حنا ولاد اليوطي والحسن الثاني ولد اليوطي طيب الله ترى وكذا وكذا. بزاف الامور كيجبدوها وماشي دوباب، ماشي دوباب نهائيا. هادو ناس بعقلهم. وبالنسبه اللي قلت لكم الجزائر ما تقدرش دير الحرب على المغرب، الراي ديال المثقفين والراي ديال الناس اللي فاهمين، ومن بينهم الدكتور الصنايبي، ها الراي ديالو بحال ديالي. كنت كنقول لكم ما كاينش حرب، هو راه يجيب لك الدليل. ما نهضرش معك حاليا، نهضر في المغرب بانه الجزائر تعرف المغرب بانه زعيم افريقي، وكتشوف في المغرب انه عندهم الامكانيات وعندهم المؤهلات، بامكانه انه يكتسحوا جميع الاسواق الافريقيه، لانه راكم التجربه والثقه والمصداقيه والصداقه والأخوة، وجميع الدول الإفريقية حتى التي تضع يدها في جيب ديال النظام الجزائري. لأن خصكم تعرفوا جميع رؤساء ديال إفريقيا، ربما استثناء أو استثناءين، الكادر عنا تعنا وعنا داك جنوب إفريقيا اللي خصنا نفصوا ونفكوا هاد البنية السلوكية ديال النظام ديال جنوب إفريقيا، ونعرفوا على هاد العداء المستعد والمستشري للمملكة المغربية. قلت جميع الدول الإفريقية وجميع الرؤساء تجد بأن العقل ديالهم والقلب ديالهم مع المغرب، لكن ربما اليد ديالهم في جيوب يعني هذا النظام الجزائري اللي كنظن بأنه سينتهي مع انتهاء آخر قطرة غاز وآخر قطرة بترول بطبيعة الحال. كانت هناك كلام، كان هناك حديث كيقول لك بأنهم يقدروا يكون هناك شي تصعيد حربي ولا شي حاجة. كونوا هانيين، راهم جبناء، ما يقدروا يديروا حرب، ما يقدروا يديروا شي تحرك عسكري مهم، ومع والين على داك الانفصاليين ديال البوليزاريو، على داك الشيء ديال حرب العصابات اللي قلنا، لمحاولة ضرب العمق المغربي تنتهي مع انتهاء اخر قطرة غاز واخر قطرة بترول بطبيعة الحال. عجبتني هاد الكلمة. تبارك الله السنين. ما كاينش تصعيد حربي ولا شي حاجة، كونوا هانيين، راهم جبناء، ما يقدروا يديروا حرب، ما يقدروا يديروا شي تحرك عسكري مهم، ومع والين على داك الانفصاليين ديال البوليزاريو، على داك الشيء ديال حرب العصابات اللي قلنا، لمحاولة ضرب العمق المغربي من خلال انهم لانهم جبناء وماشي رجال، كيدفعوا هاد المرتزقة ديال البوليزاريو انهم يديروا عمليات ارهابية في الداخل المغربي، ومعتمدين على الحرب الاعلامية ديالهم بطبيعة الحال، وانهم كيستهدفوا الرموز والمثقفين ديال المملكة المغربية بطبيعة الحال، ودايرين عليهم حصار حتى في القنوات ديال الاعلام الدولي باش انهم ما يدوزوش، ودايرين عليهم حصار في مواقع التواصل الاجتماعي، ودايرين عليهم حصار في القنوات ديالهم باش انهم ديما كيبلغوا عليهم، وبالتالي دايرين هذه الحرب القذره اللي للاسف الشديد حنا مازال ما واكبناهاش بالصرامه وبالجديه وبالاستعداد التقني اللي خصو يكون عندنا. فهنا كيقول لك كيعترف
بانه المغرب قوه قويه في هادشي ديال افريقيا وبان ما يقدروش عليها. وكياكد السراجاوي ماروف كياكد كيقول لك حتى في التحالف ديال مع معمر القذافي كيقول لك ان معمر القذافي كان اقترح عليهم انه يفتح جميع الاسواق ديال ليبيا، يفتح الجزائريين باش يديروا تما استثمارات. وكيقول لك ولكن للاسف الشديد الشركات الجزائريه ما عندها لا الخبره ما عندها لا القدره انها دير استثمارات في ليبيا، وبالتالي الدعوه ديال معمر القذافي ما قدرناش عليها. هنا كيبان لك بانه دوله ضعيفه، دوله ما تقدرش انها تمول حتى المجهود الحربي، دوله ما تقدرش انها تمول حتى القوه الناعمه ديالها، دوله ما تقدرش انها دير علاقات اقتصاديه وشراكات اقتصاديه بعيده المدى مع الدول الافريقيه. لان كيقول لك واحد المثال، علاش المغرب كيدير علاقات اقتصاديه مع افريقيا؟ كيقول لك واحد المدرسه ديال التعاون الدولي في الوقت مدرسه في العلاقات الدوليه سميتها التعاون الدولي كوبيراسيون انترناسيونال، كتقول لك ليسبري كوميرسيال ان كومباتيبل افيك لاكال، العقل التجاري غير يعني لا يتعارض حتى مع الفكره ديال الحرب. لذلك الملك محمد السادس حفظه الله وادام عليه نعمه الصحه والعافيه انه دار ازيد من زياره، من 50 زياره للبلدان الافريقيه، ووقع ازيد من 1200 اتفاقيه تجاريه واقتصاديه مع الدول الافريقيه. وبالتالي حتى في الصحراء المغربيه هنا كان في انفتاح لمجموعه من الدول، على بريطانيا، على الولايات المتحده الامريكيه، على اسرائيل، على تركيا، على المانيا، على جميع الدول اللي باغي ان تدير استثمارات في هذه المنطقه هذه على اساس يعني قاعدات رابح رابح. وبالتالي يعني نظمنا مجموعه من حتى بولونيا كنظن، حتى مجموعه من الدول تبع اوروبا الشرقيه، ان اذا درنا مجموعه من المعامل والشركات وديال الملتي ناسيونال الشركات متعدده الجنسيه الا كانوا في الصحراء المغربيه، فكنظن بان الجزائر ولا حتى الشرديمة هذه الانفصال ديال البوليزاريو ما يمكن لهمش انهم يهاجموا المصالح ديال هذه الدول، لانها تكون رده فعل عكسيه قويه لهذه الدول. هذا فهو كيقولها حرفيا، كيقول لك الوليد غليبيا الزعيم الليبي اقترح علينا انه يساعدنا من خلال فتح ابواب بلاده لجميع الشركات. هذه من قناه الثقه في الوثيقه او اللي غتكون مغربي ديال الدكتور اللي كان فيه الدكتور عبد الحق الصنايبي. نتمنى ان القناه ديالو تكون مليونيه لانه مفيد مفيد جدا وما كانش ضيع الوقت على مستوى الجزائر وبطبيعه الحال حتى في ليبيا. قال لك باعتباري انا وزير ديال النقل انذاك، قال لك انا ايضا التقيت مع وزير النقل الليبي 5 أو 6 ديال المرات، قال لك للاسف ان الشركات من لم يكن لها لا ذلك الاشعاع ولا تلك القدره التسييريه كتف باردين تستجب لهذا العرض الليبي بطبيعه الحال. قال لك اون ماكاليتي دو مينيستر دي ترونسبور سمع سمع ومام رونكونتر مون هومولوغ ليبيا 5 أو 6 ريبريز مالوغوزمون نو زونتربريز نافي ني لونفيغور ني لي كاباسيتي ماناجيريال بور ريبوندر ا لوفر دو ليبي. يعني واخا فتحوا لهم كاع الاراضي ديالهم ما قدروش انهم يستثمروا، واخا ان افريقيا تفتح لهم كاع الاراضي ديالهم. ابوني بو ميزاميه حتى باش تعرف القضيه اللي قلت لكم، الدراع 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 بارد والكتاف باردين وديفينيون، هذه ماشي معيوره ماشي معيوره، لان تربيه ديال بوخروبه، تربيه ديال بوخروبه الياس محمد هو اللي دار سيميلاسيون ديال لاكتيفيتي اندستريال، دار واحد المسرحيه على ان عندهم صناعه وطورات كما كتشوفوا اليوم. كما كنحيي السي عبد الحق الصنايبي وكل هاد الثقه في الوثيقه، البرنامج اللي عنده برنامج تاريخي، راه ما فيه لا سبال لا معيور وثائق، بلاصه اللي تقرا تصنت لي سيتو فهمتي. حنا راه طايبين بالقرايه وجينا شفناه واقتنعنا انه كيجيب الحقائق. دونك وماشي زعما راني انا كنثق في لي كاباسيتي، واحد اللي عنده لا كاباسيتي وعنده لوداس وعنده اون بريزونس امبوزونط وعنده كاريزما بور لا كومونيكاسيون باش يوصل المعلومه، كنحييه ونستعر به، وما كيحاولش يضيع الوقت بور دو لاتسونس ولا يربح شي حاجه، يحاول يعطيك لو ماكسيموم ديال المعلومات في واحد الوقت. حنا انا كنلعب على لا كونسيونس وكنخلي للمؤرخين اختصاص ديال التاريخ، ما يمكنش غادي نبقى نخدم في التاريخ ونخدم لك في الاقتصاد ونخدم لك في السياسه الدوليه. انا المهمه ديالي هي غيفيي لي كونسيونس دورمونت، لي كونسيونس دورمونت، وانا ما كنقولش ان المغاربه راهم ناعسين، راهم عارفين كل شيء، ولكن فذكر ان فات الذكرى فان الذكرى تنفع المؤمنين. مره مره خصك لا سونسيبيليزاسيون، شنو هي الحمله التحسيسيه؟ بحالها بحال لي زامبو، مره مره كيديروا واحد الحمله يقلبوا على اللي ما مخلص او اللي ما مديكلاريش، ها كيغفلك ويدي. دونك حنا انا اللي بغيت المغاربه يفكروا يخدموا دماغهم
واي واحد هضر معاهم ياناليزيو يكون عندهم ليسبري كريتيك يكون عندهم ليسبري كارتيزيان. هاد السيد شنو باغي من المغرب شنو باغي منا؟ على ان الى واحد جا للمغرب يقول لك انا راني بغيت المغرب صافي نتحلوا ليه، ورا المغاربه كاع كيبغوا المغرب، تحلوا المغاربه كاملين. 40 مليون مغربي كتبغي المغرب، هو تعاملوا معاهم مزيان. وجا واحد من بلاد انا بعشق المغرب وانا بحب المغرب صافي نتحلوا ليه. هناك 40 مليون مغربي كيحماق على المغرب، تحلوا ليه وتعاملوا معاه مزيان. هنا هنا انا كندوي معكم لان واحد قال لك انت حسيتي هذا ودرتي هذا شاتي نحسد. انا ما خاصني ولا اخ خاصني حتى حاجه، ما حتى شي حاجه. انا ما كنبغيش ديك حريه التصرف بلاد المغرب. سي فري كو بومدين، شكرا. سي فري كو هو لي بومدين قال لهم اون لاس تمره ديال الجنانات ولي طوماط ولي شون طوماط وداك الشيء للمغرب. دونك ما عرفتش كيفاش ما الصوت، انا ما عرفتش كيفاش الصوت. دو فاصون راني داير دو لايف، وغادي الا كان هذا ما فيه الصوت هذا غادي نعاود نتيليشارجيه ونلوحو انا بالصوت ديالو. حنا بيان سور حنايا المغاربه كنعتبرهم مغاربه اذكياء، لان المغاربه مبدعين سون كرياتور، كيخلقوا الحاجه من لا شيء كيخرجوا مزيان. اللي كيقول لي مشكل الصوت راه عنده بروبليم في البورتابل ديالو، باسكو انا راه عندي دو، راني عندي السينيال ديال الصوت كاين. فوالا دابا انا بغيت غير المغاربه، بغيتهم. انا ماشي عنصري، البنات بحال واحد كيحسبني راني راه حتى انا كان كيجيو عندي لي زالمون، كيجيو عندي لي زاميريكا، وكان فهمتي، وكيجيو المغرب عادي بالنسبه ليا. لو ماروك لي بون بور تو الموند، لي جولي بور تو الموند. المغرب زوين للعالم كامل، سمعتي؟ والعالم كله صور المغرب. كان اللي جا صور المغرب بلي ماتيريال اللي ما دايرش بلي درون، ودار كل شيء وما دارش ضجه، وعنده دي مليون دابوني وما تحاولش يدير. انا كنقول لك واحد القضيه، انا عندي واحد اللي عنده حريه وطلاقه ويدور دبر راسو داك الشيء شغله. ولكن ملي كتشوف المغاربه كيسبوا مغربي كيقول لك انت يلاه جيتي احتاج هاد خينا عاد بنتي، انا ما وانا اعتبرني ما جيتش كاع، اعتبرني ما كاينش انا كاع. سير قابلو دور معاه ودير ليه اللي بغيتي، انا خاطيني وخاطيك، سمعتيني؟ احنا المغاربه كيبغيو بلادهم وكيتسطاو عليه. ولا بغيو المغاربه، الا بغيتي المغاربه راه نوليو نتفاغاو مع ديالنا. المهم هاد القضيه هادي ديال العلاقه ما بين المغرب كنظام والشعب ديالو، لحد الان كاينه مشاكل، لان الناس اللي مسؤولين اللي عاطهم المهام تمثيل الشعب ما كاينينش، غالبا ما كاينينش، فهمتي؟ كيمشي واحد البرنامج كيحطوه كيغبروا، وما بغيناش نطيحوا في هذا الفخ، بغينا الناس تبقى الكومينيكاسيون ما بين الشعب والمسؤولين الانتخابيين اللي كيملحنا. حنا مملكه ديمقراطيه دستوريه، ان مونارشي كونستيتيسيونيل، خاص هذاك المنتخب المسؤولين ينوضوا يفهموا الشعب ويقلبوا الحلول. مسكين عبدو امين قال لي انت حساد وهضر على راسك. خويا لمن غادي نحسد؟ انا ما خاصني والو، شكون كتشوفني دابا ما كنهز ما كنحط. مسكين كتبقى فيا، عرفتي علاش كتبقى فيا؟ لان دماغك فيه حمصه. المهم هاد المسؤولين هاد النواب خصهم يعطيو لو بيلون، راك من العام يعطيو لو بيلون اشنو داروا الحصيله. خليني من الميزانيه حنا عرفناها، قانون الميزانيه حنا عارفين شنو كاينه وشنو دار كلشي. يعطيونا لو بيلون، يعطيونا لو بيلون ديالهم، ويعطيونا واليوم يقولوا لنا لو بوركوا، علاش في هذه المده هذه. حنا عرفنا راه حتى في اوروبا راه جاوني لي بري، حتى في اوروبا ماطيشه كدير ما بين 3 اورو حتى 4 اورو، اسبانيا وفرنسا وكذا. انا كنعرف ماطيشه ماشي وقتها هذا، غير المغرب ولف المغاربه لا ميلتي سيزون، الخريف والصيف والربعه كلشي موجود طول طون. المغاربه باش تعرف المغاربه ماشي ساهلين، المغاربه ماشي ساهلين. البرودوي كاين وغالي وراهم غضبانين، كاين ماشي ما كاينش. في الجزائر ما كاينش، كون غير القهوه واخا غالي يشريوه ما كاينش، بزاف ديال البرودوي ما كاينينش.
ولكن المغرب باش تعرف اللي احرار وكيعبروا على الراي ديالهم، وتوحد ما عنده الحق يمنحهم. اللي جاتو مطيشه غاليه عنده الحق الله يحسن له، اللي جاتو البطاطا غاليه، اللي جاتو كذا، كاين اللي ما كياكل لا مطيشه لا بطاطا لا، ولا كياكل غير الخس وفيجيتاريا، وكاين اللي كارنيفور ياكل غير اللحم، واللي جا اللحم غالي يحسن عونه. خصنا الناس اللي كيمثلوا هذا الشعب ينوضوا يعطيو ان بيلون ويعطيو الحلول ماشي الوعود. جاي والله العظيم بعض المرات، بعض المرات كتشوف هاد الذباب، هادو هاد الذباب، انا والله العظيم الا كنتعجب كيشوفوا الواقع. الجزائر دوله غارقه، لولا غارقه وما تقارنوش مع الجزائر. المغرب فيه كل شيء، مشكل المدخول، تحسين الاجره، تحسين السميك، سمعتيني، وكذلك المواطن، مسؤوليه المواطن. هذه ما كيعجبهمش المواطن، كنقولها له المواطن خصو يحسن الوضعيه ديالو. انا ديما كنعطيك الحلول لان انا دست بهذه الحلول، فهمت؟ انا دوزت هذه الحلول من الصغر ديالي، ملي كنت كنقرا كنخدم، وبزاف د المغاربه فيهم هاد القضيه، كانوا كيقراو في الصيف كيخدموا. ولفت جو نو با غاستي انكتيف، ما نقدرش نبقى فنيان ما ندير والو، خصني نخدم. الوقت اللي كنخدم في الاداره وعندي عندي لي زامي، نعطيكم بالسميات معروفين، راهم معروفين اليوم. كان المدير ديال المركب الثقافي، وكان المركب ديال المركب الثقافي، والمدير ديال المركب الرياضي الميرفاري اللي كان اربيت، بزاف كيعرفوني انني كنت كنخرج من الخدمه. الي بوك ما كانش هاد لي فاسيليتي، اليوم راه كلشي ساهل، اليوم راه كنخدم انا بار، اليوم غير اي كوميرس، جو سونتراليز تو لو كوميرس تو لي بري دي موند اللي كاينين في المغرب، جو سونتراليز ونعرف لو فورنيسور ونعرف كلشي، وكيدار لي كوموند وكنزيفط لي كوموند. شفت كاين اللي راه ندبر غير لا موتور. المهم راه كاين ما يدار من بعد 8 د السوايع، بنادم كيخدم 8 د السوايع خصوش يقول انا راه ساليت الخدمه، يزيد خدمه اخرى، يتعلم ان نوتر اكتيفيتي. واحد الوقت يلقى راسو بورجوازي لهباس عليه، ولا يلقى راسو ان غرون اونتربرونور. راه الفوك خوا، خصك تامن بهاد القضيه، خصك تامن بها، ماشي تقول هذاك وصل، توصل حتى انت، حتى انت توصل. كي تسالي 8 د السوايع ديالك فكر مزيان، شوف حاجه اللي قرابه لك، على الاقل تعلم غير شي مهنه، شي مهنه اللي غتعاونك، غتولي عندك دوبل سالير، ومن بعد تولي عندك تريبل سالير، وتولي ما ناسي الخدمه الاولى. موا جيتي فونكسيونير، انا كنت موظف، وكنت كنبيع ونشري، كنت كنقري، قريت في دار امريكا، قريت في لابليات، قريت ما خليت فين قريت. ومن بعد تالك التعليم السالير ديالو واخا كان مزيان، كيخلصوا مزيان، قليت في ايفي، ولكن السالير ما عجبنيش، وكنت مضبوط بالاوقات. من بعد دخلت للبزنس، دخلت للبيع والشراء، في العقار، في كل شيء، وليت ليبر، نخدم ليبر، حتى الوظيفه ما بقيتش عاقل عليها، فهمتي؟ ما بقيتش عاقل عليها، ما كنتسنى السالير ديالها، كنمشي نخدم وما كنطلش على السالير، علاش؟ لانه ولا عندي مدخول منا ومنا في لي زافير. تقول لي الدوله، انت خصك تبوجي. الناس اللي ما يقدروش الله يحسن العون، وما عندهمش مثلا درايه، وما عندهمش قرايه ولا شي حاجه، عندهم الدراع، عندهم الدراع، يدبر على موتور، يتقيد عند جلوفو، يتقيد عند جوميا، يتقيد شي حاجه، يتسخر، يدير كرسي، يدير كارت فيزيت ديالو، يدير ان سيت ديالو، اللي بغى شي حاجه نوصلوها ليه، يدير غير ليفرور مع المواطنين. ان فوا كتكون في كونفيونس راك تخدم. هادو هي دي زيكزومبل، فهمتي؟ المغاربه ماشي ما نخافوش عليهم، ولكن مهما يكون خص الدوله تحاور مع الشعب، تهضر معاه، تقول ليه علاش هاد الشيء، لو بوركوا ديال هاد الانفلاسيون، هاد لا هوس دي بري اي تو، فهمتي؟ ما اما حنا هذا غير مجرد اقتراح ديالي، وكانوا معايا صحابي كيخدموا معايا اللي تبعوني، اللي كاين اللي جريتهم يديروا البيع والشراء ابخي لو ترافاي. انا خطره جا عندي رئيس الدائره، وجابوا واحد خينا بلا ما نذكر سميتو ولا سامع عليه، ما حاملنيش، موظف وكان شاد البيرسونال وكذا، وانا مرتاح، انا عندي كونجي،
وجا عندي وما عارفنيش كاع واش كونجي، جا عندي لقاني في القهوه ديالي، درت قهوه، اول قهوه ريستورون سناك وصال دي جو وكل شيء درتها انايا في الدخله ديال روت بن سليمان حدا شيمي كولور. وجا عندي وقف عليا رئيس الدائره، جاب زعما سلطه باش يشهدوا عليا داك الشيف سيرفيس، قال لي والله يرحم الحسن الثاني، الذكاء ديال الحسن الثاني باش نقول لكم ان الملوك ماشي سالين. قال لي انت يا موظف وراك في القهوه وحال القهوه ومنكتي من الخدمه. قلت لا انا راني كونجي، انت ما عارفنيش بلي كونجي، راني حاط كونجي ديالي. قال لي ممنوع عليك دير التجاره وانت موظف. قلت له تنزل بعدا نشرب شي براد اتاي، ولا كيغوى انا نشرب اتاي انا هذاك، عارف السلطه ديال بكري راه بحال ديال اليوم راه ضريفين، اليوم عندهم الماركتين عندهم كلشي. ايوا المهم جا قلت له الله يجازيك بخير، واش انت رئيس السلطه وسلطه الوصايه؟ انا سلطه كيغوت. قلت له سير تشوف الرساله الملكيه للاستثمار، الرساله الملكيه للاستثمار، واحد الرساله كان دارها الحسن الثاني الله يرحمه جميع النواب والوزراء، قال لهم الموظف وجميع القطاعات وجميع الوزارات عنده الحق يمارس ويدير اي استثمار، شريطه انه ما يغادرش مكان العمل ديالو وقت العمل لمزاوله العمل الحر ديالو، كي تسالي الخدمه سير الاستثمار ديالك. وهاد المبادره وهاد الميساج اللي داروا الحسن الثاني الله ينصرو، المعلمين داروا لي زافير، الموظفين داروا لي زافير، ولاو احرار، ما بقاوش مقيدين. ديك الماندا ديالهم كانت عندهم الحق ياخذوا كريدي باسكو عندهم صالير، وداروا اكدوم، داروا كريدور، داروا ديك الساعه ما كانش فهمتي، ما كانش هذا الكريدي كبير كيما اليوم، داروا دي بتيك ديال كريدي بيرسونيل، ولاو كيبيعوا يشريو. وكي كتولي تبيع وتشري نتايا، مثلا انا في القهوه كانوا خدامين عندي سبعه ديال الناس، سبعه ديال العائلات عندهم صالير، ومن تماك الانطلاقه شحال درت القهوه، ماشي كنتباهى عليكم باش كنقول لكم ان لوب قهوه راه شريت غير ساروت، راه ماشي ملك، شريت غير ساروت بخمسة المليون على ليبوك 5 مليون، والكرا كان شي 700 درهم ولا 800 درهم، وشريت ساروت ديال المحل باقي طرافو نون فيني، باقي المرطوب، عاودت ليه كامل ودرت لو برومي كافي تماك، ما كانت حتى قهوه، لو برومي سناك مودرن بلا كريا، داكشي قبل ما يبان داكشي ديال الشاورما، عندي الدنيا خدامه مزيان. من بعدو درت في حي المنصور، درت في افريقيا، درت في درب الحجر، في سباته، في عقيد العلام، درت شي سبعه ولا سته ديال القهاوي، وعاد عرضوا عليا الناس نسير لهم المسائل ديالهم. راه خصك يكون عندك الكوراج، سمعتي؟ يكون عندك كوراج. وانا هذيك 5 مليون راه جبتها من اكدوم، تسلفت طاف طاف ورديت لهم فلوسهم، كدير معاهم 4 سنين، خلصتهم العام الاول، جمعت الباكيه. حنا كنعرفوا القيمة ديال الفكية. من بعد دخلت لليموبيلي ودخلت لكذا، ها درت كابيني ديال الكونسلتين، درت بزاف الامور بدراعي، سمعتي دراعي. انا علاش بغيت المغاربة عندهم شي كفاءة في راسهم لداخل ولكن ما كيستغلوهاش، جبد جبد، راه ضروري ما عندك شي حاجة اللي هي واعرة. اليوم راه سهلت القضية صاحبي، اليوم الاي كوميرس راه ساهل، دبر شي فلوس مثلا، الا عندك واحد 3 ولا 4 المليون سير خرج واحد الكونغو افيك كريدي سونز انتيري، وسير تقيد عند جوميا، عندك 300 درهم بار شهر، كتبقى تسخر لهم 300 درهم، شحال تعمر ديال المازوت؟ دير 1000 درهم ديال المازوت دوز لك دي جور 300، تبقى لك اي بلوس، لانها تسخر غير انتر ماشي برا، غير انتر في الدار البيضاء. ها سير دبر عليها اوكازيون، سير خصك تغامر، غامر ولا غادر، هذا هو شعار المغاربة، كاين ما يدار. واللي في الدار البيضاء شكون هو اللي ما كيخدمش؟ اللي الله يحفظ الله يستر ولا نجي جميع الوليدات ديالكم، اللي كتبلا بالقرقوبي، واللي تبلا بالسوليسيون، واللي تبلا بالمخدرات، واللي تبلا، هادو هما اللي ما يخدموش. والاخرين اللي معذورين خصهم تعويض، اللي معذورين خصهم تعويض، الدولة تكلف بهم. شكون هما اللي عندهم امبوسيبيليتي باش ما عندهمش استطاعه باش العمل، عندهم مشاكل ذهنيه، تخبل بسيكارتيك،
تروب الفيزيك كاين اللي ما يقدرش يتمشى ما يقدرش يهز مريض اونديكابي كما نقولوا كنقولوا ذوي الحاجيات الخاصه بلوس انكور هذوك الناس الدوله خاصها تكلف بهم الدوله كتجمع هاد حنا ما كنقولهمش الشمكاره لان هذا المصطلح ديال الشمكار هادو ناس اللي تغرر بهم واحد الوقت وتبلاو بلا دروغ ولا كيبغى ينسي الزلط ديالو بالمخدرات وداكشي وتصيد ما لقاش دي زاكومبانياتور المرافقين اللي ينبهوا يرجعوا لطريق الصواب والتبلة والبلية راه صعيبة باش تحيد منها ما يقدر لا يخدم لا والو واللي يسعى واللي يدير مانطا فوق ظهرو ويدور في ما بان ليه هادو ماشي دي اس دي اف هادو لي زاكرو لي لي توكسيكومان ولكن اللي في المغرب اللي عنده الدراع كيوصل اللي عنده الدراع واللي كيقول لي الناس ما لقات خدمه كاينه الخدمه غير انت باغي تلقى الخدمه حدا داركم وحدا دربكم وفي مدينتكم خصك تغامر تبات في الزناقي تبات في القهاوي تبات تمشي تخدم دختي طلع المارشي كريو ديال الدار البيضاء ارتاح تهز غير الكفوف تمشي للبور تمشي كاينه خدمه من بعد كي تستابيليزا وتعرف البلاد غتولي شاد دي بوست كبار تخدم عرفتي اش غادي نقول لكم تو مارشا كازابلانكا تو مارشا كازابلانكا اي حاجه كتمشى في الدار البيضاء المهم هذا غير باساج نتمنى ان المسؤولين المنتخبين يهضروا مع المواطنين يفسروا لهم لو بوكو هاد لو سيلونس علاش كومينيكاسيون ضروريه انت الا كان عندك شي واحد كيعطيك خصك كومينيكاسيون تهضر معاه بالنسبه بزاف كيقولوا لي هنا اسعد الشرعي انا ما كيهمني حتى واحد الصراحه نقولها لكم نهار اللي بديت راكم كتعرفوني بديت بحياتي حكيت لكم حياتي فهمتي اللي كيبغى يبغي واش انا ضد اللي يبغي هذاك الشيء شغله ما انا شغلي حنا هضرنا صافي داك الشيء اللي كاين حنا هضرنا اي واحد كان تلاقاو معاه كنهضروا معاه تلاقينا حنا راه دزنا شحال من مره مع شحال من واحد وقلنا ليه داك الشيء الحقيقه اللي كاينه فهمتي حنا كنقول لك انا مغاربه كيموتوا على المغرب ماشي غير هو كيحماق على المغرب غادي دابا يلفو افوار لسبري اناليتيك خصك تفكر شويه فكر مع راسك شويه الا كان ظريف معاكم مزيان الله يعاونكم منكم اللي يدبر راسكم غير هو باش تعطيني جيستيفيكاسو انه يدافع على الصحراء او انه يكومينيكي مع الجزائريين هذا خطا باسكو لا غير ميدياتيك الجزائريان لا غير دو بروباغاندا الجزائريان الحرب الاعلاميه والدعائيه كما قال لك سي صنايبي قال لك يمنعوا الاذاعات على المغاربه القنوات الاجنبيه كتعطي ديما اسبقيه للجزائريين هنا فين كاين الخطر لان الصوت ديالو كيبقى ديما لوكال الصوت ديالي انا لوكال الصوت ديالي راه ماشي دولي لوكال كيسمعوني غير الناس اللي باغين يسمعوني اللي ما باغينيش غير يشوف تو يسبوا ويورك يبدل الله الشان فهمتي لان المتتبعين اللي فيدال سو كي سون كونسيرني ما تقوليش راه كياتيري ليا ماشي غير هو عدد كبير اللي كيقول لك هذاك وهذا كيدافع ما كيدافعش هناك واحد برزيت بينه وبين الجزائريين وكان مع المغاربه من قبل داك براسو ولكن حنا كنقول لك نفسر لكم اللي كيدخلوا انه عامل اقتصادي وعامل سياسي وكيروج القضيه ديالنا روج القضيه ديالنا لا راه ماشي غلط انا قلت لكم ان سبب الفقر ديال المغاربه وسبب الهجره ديال المغاربه في السبعينات هي الجزائر وسبب المعتقلين السياسيين هي الجزائر سبب المشردين هي الجزائر ونعطيك لي زيليمون نقول لك لي زيليمون ما كانش لا كومونيكاسيون كيما علاش كنقولوا اليوم النواب البرلمانيين يهضروا مع الشعب يقول لهم علاش هذا غلاء المعيشه بكري كانوا النواب وكان الملك الله ينصرو خايف على البلاد وخايف على العرش ما هضروا المعقول خايف على الملكيه لان الملكيه هي واحد الضمان امن للامه المغربيه ما كانوش كيكومونيكيو وما كيديروش الهلع في المواطن ما يقولوش راه حنا في حرب بينما كانوا يموتوا لينا الالاف كانوا حاقرين علينا بهذه اللغه قبل ما يجي دار الامني حاقرين علينا ماشي الجزائر القطب الشرقي كامل كان مع الجزائر ولكن ما قدروش ياخذوا الارض كانوا حاقرين على الابرياء كيدخلوا كيخطفوا اللي بغاو هذا سراح هذا بيسري هذا مهم كار مسافر كيخطفوه فهمت الحسن الثاني ما كانش كيقول هذا الشيء الاعلام ما كانش كيقول هذا الشيء كان كيشري السلاح كان يشري كونتروبوند كان ملوع عليه يشري السلاح سمعتي لان الدعايه الجزائريه كانت خدامه والرشوه الجزائريه خدامه ديك الساعه
سواء لسينا أمريكا لسينا أوروبيان خدامة معهم. دولة الوحيدة اللي كتعاوننا سريا وخايفة يخسروا لها موسم الحجم الإيرانيين هي السعودية وشوية الأردن. ولا فرنسي لا بعتنا شي حاجة كتبيع لنا شي حاجة قديمة، طيارة ميراج كيضربها سامسيس كتهبط كيشدوا البيلوت، طاش حاش دونا بيلوت. الجزائر كانت سبب باش المغرب تكون فيه السيطرة، علاش محاولة الانقلابات، واش هاد الملك غيبقى يتيق؟ كنو بنايدين ليه 72 محاولة الاغتيال، محاولة الانقلابات، المد الماركسي الشيوعي الاشتراكي المزور اللي كان الشباب كله تعاطى ليه. علاش؟ لأنه نظر للفقر والبؤس وزيد عليها ديك القمع، القمع والفقر، وكيحسبوا أن الشيوعية، هذا هو اللي كنقراو حنا، أن الشيوعية والماركسية والاشتراكية غادي يكونوا كاع بحال بحال، وما كايناش البرجوازية وما كايناش الإقطاعية وما كايناش الفيوداليزم يتوسلنا. ألور سي نورمال كل مغربي يمشي يشري السلاح أون كونتروبوند بالزبابل ديال الفلوس من قوة المغاربة ومن حرية المغاربة، لأن الجزائر كانت تريد استنزاف المغرب، كانت تبغي تستنزف المغرب، الشعب يتفقر ويجوع ويعطش ويتقمع باش يطور على الملكية ويطور على الملك. وكانت قريبة شوية، عقلت على مظاهرة الكوميرا ديال الدار البيضاء، درب الكبير، درب السلطان، ريتو باش خرج الجيش، خرج كيقول لك ماتوا الالاف، كذبة. جبت لي شي عائلة مات لها شي واحد، جبت لي شي عائلة مات واحد ولا زوج ربما، وربما كاع نقولوا 10. اما الجزائر راه قتلت 500,000، ربع مليون اللي قتلات واكثر، عاد لي ديسباري في العشريه السوداء. هذه المظاهره ديال لو سولافمون ديال كوميرا على الاسعار وعلى كذا والوظيفه والعمل، نهضت لي ريبيركسيون دو لا غير دالجيري كونتر لو ماروك اللي كان دار في الواجهه بوليزاريو كما قال سي عبد الحق صنايبي، وكيضربوا معنا، وحنا من القوت المغربي كنشريو السلاح باش نواجه. ما تهنينا حتى درنا، وهذاك الجدار اللي درناه راه تكلف، راه مساكن كانوا متطوعين كذلك من المراكز، من مراكز التكوين، وشحال شحال مات فيهم شباب، شحال ديال الشباب قتلتو الجزائر. حنا ماشي غير ضدنا وكنقول لكم راه الدوله راها عدوه، احنا عشنا هذا الشيء وكنا كنشوفوه. الجيل اللي زاد ورا الثمانينات ورا السبعينات ما عارفش هذا الشيء، اللي هو كانت عنده 15 16 عام في 75 هو اللي عارف، اللي حضر المسيره الخضراء واللي حضر الحروب، مقالة عام، مقالة زوج، مقالة ثلاثة، اللي حضر الزاق، حضر هادو هما الناس. والإعلام ما كانش عندنا، والصوت ديال الجزائر وديال الدعاية الجزائرية هي اللي كان كطغى على الإعلام العالمي، وكان كيبان على أن الحسن الثاني زفت العسكر ديالو باش يقتل جميع صحراوة، والجزائر هي اللي دارت لا كوميدي في الديبار في 75، نهار اللي دار المغرب المسيرة من بعدها مباشرة دارت أكبر سفاح، هو بوخروبة اللي قتل 19,000، ماشي الحسن الثاني، أكبر سفاح هو بوخروبة اللي قتل 19,000 مجاهد، والباقية فيهم تبعهم راه بالسميات ديالهم كاينين، تبعهم في ألمانيا وفي إسبانيا، وآخرهم هو أحمد بوضياف اللي كان هاني في المغرب، تقول لي الحسن الثاني سفاح. نهار هذاك الجدار الأمني راه ماتوا فيه الناس، نهار درنا الجدار الأمني كملناه العازل، كملناه بدات شويه لا ميتريز ديال لا ديفونس، ومالغري قتلوه داروا ما خداو التامين، ما خداو التامين، بالعكس زدنا رجعنا والذهب، اقليم والذهب اللي موريتانيا بالخلعه بغات تعطيه للجزائر. راه ما كاينش بوليزاريو، راه ما كاينش جمهوريه صحراويه، راه كاين جزائر 2 ار جي 1 ار جي 2، دابا ولات ار جي 3، ار جي 1 سي لالجيري، ار جي 2 سي البوليزاريو، ار جي 3 سي لا تونيزي. ديك 1 2 3 راه تحققت ليهم دابا لو غاف دو 1 2 3 كاين دابا. نهار اللي المغرب دار الجدار العازل بدا ميتريزي، بدا كيطور وسائل الدفاع، بقى كيطور وسائل الدفاع. المغرب الوقت اللي اعترفت الامريكان وترامب، انكل ترامب اعترف بالصحراء المغربيه، كنا ديجا في الصحراء حنا، ماشي حيدوا طن وحطوا طن. المغرب دخل بدراعه وقاومها بدراعه، وعنده شهداء وما كيفوحش بالشهداء. الجزائر قتلت اكثر من 30,000 مغربي،
هناك الالاف ديال الارملات والالاف ديال اليتامى من الصحراء، وما قتلته الجزائر لا يعادل ما قتلته فرنسا. وتجي انا ندير قول لي بغيتيني ندير الدبلوماسيه وندير السياسه ودير مع هذا. انا الجزائر دوله عدوه وقررت شعبها على اعداء المغرب، بين المغرب دوله منفتحه وما قراتش ولادها على غير على الظلم ديال الجزائر والاعتداء ديال الجزائر، الاعتداء الدبلوماسي والاعتداء السياسي والاعتداء الثقافي والحرب القادره ديال الدول الشيوعيه اللي تركزت لمحاربه الملكيه، وكيقول لك الامبرياليه والحسن الثاني السفاح والحسن الثاني. اكبر سفاح هو ابو خروبه، اكبر سفاح في تاريخ ديال افريقيا هو ابو خروبه. ابو خروبه هو اكبر سفاح. داروا لارمي، انا لاصحابي ولا فامي ديالي دوزوا سيرفيس ميليتير وعاودوا لي كيفاش دازت العمليه، كانوا يقراو معايا. قال لك حنا كنا كندخلوا وكنلبسوا التوني ديال المغرب والهليكوبتر ديال نديروا الدرابو ديال المغرب، وكندخلوا نضربوا الياطن لي نوماد بالنابالم، وكنضربوا نتيروا في الصحراوه بالنابالم، والباطايون الاخر لابس التوني الجيريا كيدير براسو يضرب معنا وراه كيضرب غير بلي كارتوش بلون. قال لي وباش يفكهم وكيجي يفكهم يقول هربوا هربوا الحسن الثاني غادي يقتلكم كاملين. وداك وراه الصحراوه راه مشاهدين على هذا الشيء اللي كانوا كيدخلوا فيهم، كيفاش كانوا كيدخلوهم هربهم يقول لهم غادي يقتلوكم، راكم غاديين راهم غاديين يقتلوكم. وبهذه الطريقه ولا كيبان تبان الجزائر هي اللي كانت كتقتل او ميم طون وكتنقد او ميم طون، ولا كيبان الصحراوه ان المنقذ الحقيقي للجزائر ضد المجزره المغربيه هي الجزائر للصحراوه. الجزائر هي اللي كانت كتقتل في الصحراوه ودايره لي زافيون باللوغو ماروكا السباع والدرابو وكذا، وكتحلق عن قرب وكتضرب، والعسكر ديالهم كيضرب بالتوني لينيفورم ماروكا، ومن جهه اخرى باتايون الجيريا كيدير براسو ينقد فيهم باش ياخذوا الثقه ان الجزائريين غادي تحميهم. علاش دابا كيقول الصحراوه حنا الجزائر حماتنا بينما المقزن المغربي ضربنا بالنبال؟ وهذه هي المسرحيه اللي دارت، ربما ما عارفينهاش العسكر، المهم يقدروا يكونوا عارفينها، هذه تحكات ليا من طرف العسكر الجزائري، لان اي جزائري ديك الساعه كان يمشي للتجنيد كيزيفطوه لتندوف. هذا هو المشكله. كانوا كيقراو معايا ا 18 طون يمشي للارمي، اللي مشاو قبل مني بدوزون وحكاو ليا قال لك حنا اللي ضربنا البوليزاريو وحنا اللي نقدناهم باش نوضوا باش نهربوهم كاملين. هذا فيلم ديال بصح، كنت مخرج عندي لي ديتاي ديالو، انا ما بغيتش نطول عليكم، عندي لي ديتاي وعندي الاسماء، عندي الاسماء ديال الجنود اللي مشاو. داير واحد راه في المغاربيه راه اعترف بهذه القضيه، جندي سابق قالوا كنا كندخلوا بالباطو غاز ديال البوليزاريو نديروا حتى تعتقلوا وتنكروهم. وزير الخارجيه بوتفليقه على باك نكرهم، قالوا حنا ما عندنا جزائريين كيضربوا، باش قالوا الحسن الثاني الله يرحمه قال لهم هناك با بروتيجي باغ لا كونفونسيون دو جنيف. هذا واقع، هذا واقع من اللي حنا عايشنا بزاف د الامور. جي واحد يدوي معايا باش يقول لي انا راه ما غلطش، تحسب انني غلط حيت ما رانيش ناقش واحد لا تيوري بريسيز ولا واحد لا غاكل اكزاكت، ولا كنناقش مسار ديال الحياه ديالي انايا، شنو شت وشنو سمعت. والمعجزه اللي المغاربه ما كانش باغيش يعرفوها، ان المعجزه ان المغرب استطاع ان يحافظ على الوحده الترابيه رغم ان جابوا ليه لي سبيسياليست ديال لي غارد دي غونغ ديال حرب العصابات من الفيتنام من كوبا من الشيل من جميع امريكا اللاتينيه من القوا، ما خلاو ما داروا، وعاد خلي لوروب دو ليست وعاد خلي الفلوس ديال القدافي وخلي الفلوس ديال مخروبه. والمغرب دوله فقيره، الفلاحه والسياحه، السياحه قلالت، الناس الدعايه ديال الحرب داعت في العالم، داعت في العالم، لان الجزائر خدامه اعلاميا ودعائيا، راكم اخطر دعايات هي دعايات الشيوعيين. ها انت جيعان وبيتك شبعان، انت كرشك داخله مصارنك داخلين في لاكولون فيرتابرال وتبات شبعان بالمواقف والتحرر والحرحوره شو دابا غير ولد مانديلا حفيظ مانديلا واقيلا 67 حفيظ ها الا كان ولد اوفري ها، لان تماك خلوطه كاينه، راك عارف تماك راه كيتزوجوا 37 مرة 35 مرة،
شنو داروا به؟ هذا روه مالك، افتتاح فاليزا، اختتام فاليزا، دوزوا ليه الفتيات، داروا معرض المود ديال القفطان وبركوا وحدهم ويضروا وحدهم وفرحانين به. شاف جميع الوزراء تناقش معاهم، اينشتاين صافي، جميع الوزراء، التعليم، السياحه، التجاره، داوه لتيندوف، لا جابوا مع رئيس البرلمان ديال الأفارقة حطوه تماك، باش تعرف انهم اي وسيله باش يهاجموك بها راه يهاجموك بها. في الكره، في المؤتمر الاسلامي دخلوا ديك القرده حتى هي كتقول لك لا، تقول لك فين ما كان شي قرض يجيبوه يردوه بطل ضد المغرب. وجاب الله داك محيوس زقل لهم داك البيلانتي، كومارك هذاك البيلانتي، كون شد شنقريحه لاكوب والاخر شد لاكوب، ويبقاو يسبونا ويعايرونا. اي والله السنغال الله يجازيهم بخير. وواحد واحد واحد الكرونيكور، واحد ليكسبير ديال كره القدم، ما تحملوش، قال لهم المستوى ديال هاد لاشان ضعيف بزاف. انا نشوفو لكم دابا باش ما يقول لكش هذا راه خرج من راسه بلاتي. اس تاع حاجه ما اليوم هاد لي ريزو سوسيو هادو اللي كذب اتس نو يوز تو لاي، ها سي با لا بين دو مونتير. ها هو هذا، سمع اسمه اش غادي يقول الا ما دارش دروا دوتور. قال ما بقاوش تحاولوا تراوغونا لو نيفو دو لاشان يفهم. المهم باش ما يديرش دو دوتور، نفهمكم شنو قال. ها هو هذا، راه عندكم وقيره بحيث داير في لي ريزو سوسيو. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau. Mais ça reste encore un niveau faible. Malgré que 18 équipes ici qui sont là, malgré que le Ghana est là, malgré que le Cameroun est là, malgré que le Sénégal est là, malgré que le Niger, l'équipe A est là. Que le Niger, l'équipe A est là. Le moyen fait de l'Moulab ou la Hada, les Lachtanaya, قال لي بحال الجزائر بغات تربح هاد لاكوب بالاربيتراج بالتزوير، اللعابه اللي كانوا برا دخلهم قبل من الوقت وداروا لهم لا ليسونس لوكال. قال لي انتم عندكم لعابه كبار، شاركتوا باللعابه كبار، لعابه كبار عندهم 28 عام 30 عام كبار، بينما السنغال شاركت باللعابه عندهم 18 عام. لو بلي غون لو بلي فيو زايد في 2004 كاع نديرو 2000، قل من 2000. 2004 انتم لعبتوا بلعابه كبار، والسنغال لعب دراري صغار، لعب هذوك راه صغيرون هذيك السنغاليين اللي لعبوا معاهم، وهما بداو كيانسيستيو عليه لا وعندنا لعابه. قالوا ما عندكمش اللعابه اللي يقدروا يلعبوا في الاوروب. قال لا يلعبوا، قال لهم لا يلعبوا، يلعبوا في الناسيونال ترويزيام ديفيزيون ولا كاتريام ديفيزيون. Donc, pour vraiment que... Oui, moi je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui ont le potentiel pour jouer en France, mais pas au niveau Ligue 1, pas au niveau Ligue 2, national. Je vais vous dire, vous comprenez. Donc, là, vous savez que nous sommes... حنا دابا غير كنديرو على لا بروباغوند. خليني راه هضرت على ماتيشا والبطاطا، كنديرو لا بروباغوند ديالهم صعيبه. هذه الشان حنا لعبت بتاع عندنا ما دايرنيش عليها الضجه، ديناها دو فوا. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un bon niveau. Mais ça reste encore un niveau faible. Malgré que 18 équipes ici qui sont là, malgré que le Ghana est là, malgré que le Cameroun est là, malgré que le Sénégal est là, malgré que le Niger, l'équipe A est là, et malgré que l'équipe de la Libye, avec l'équipe A, l'équipe A est là, donc malgré tout. Malgré tout, je vais vous dire, aujourd'hui, pour qu'un club européen, là on parle de la France, puisse venir chercher un joueur qui joue en Algérie à la Chan, faut déjà qu'il soit déjà un minimum jeune. D'accord ? L'effectif de l'Algérie, comme vous voyez, c'est la plus âgée de toutes les équipes.
Demain, l'opposition. Moi, Abdel Sine, au Il y a 5 2004 de 18 ans qui jouent côté Sénégal. Et le plus jeune en Algérie, c'est un 2000. Donc, vous voyez déjà la différence. Déjà, il y a 4 ans par rapport à un 2000. Et si vous voyez 2004 par rapport aux autres, il y a des joueurs qui ont 10 ans de plus que des Sénégalais. Donc, pour vraiment que... Oui, moi je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui ont le potentiel pour jouer en France, mais pas au niveau Ligue 1, pas au niveau Ligue 2, national. Et... National ? Ouais, national. Non, pas à ce point. Pas quel joueur ? Vous pensez quel joueur ? Mais Zig, il peut jouer. Il peut jouer en Ligue 2. Kandoussi, et encore jouer. Et encore. Vous parlez des clubs intermédiaires, c'est ça ? Oui, mais moi, ce que je conseillerais à des joueurs comme Merzig et comme le Kendoussi ou le défenseur central Zinedine, c'est de passer par des clubs intermédiaires. Mais ouais, c'est clair. C'est clair. Si c'est pour venir jouer en France et rester sur le banc, du ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais dire au national, non, je suis désolé. Mais vous avez vu le niveau en France quand même ? Mais c'est pas le championnat algérien que c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. D'accord. Bah, la preuve, c'est pas l'Italie. Oui, mais malgré ça, il y a plein de joueurs qui viennent d'Espagne. Oui, et d'accord, mais c'est et pas qui arrivent en France et qui ne font rien du tout. Nos joueurs, ils ont un mais niveau si, quand même supérieur arrivé, à la nationale. Il est pas arrivé, il n'a pas mis 40 buts. Hein. Non, quand même, ils ont un niveau supérieur à la nationale. Je suis désolé. Mais tous les joueurs de la sélection d'Algérie ? Bien sûr, Belkhitel est à niveau. Belaïd est à niveau. Belizik est à niveau. Mais quand même, Mézienne, malgré que là. Vous parlez de joueurs de 28 ans. Là, je ne me permets pas de jouer avec un club de Ligue 1. Mais vous parlez de joueurs de 28 ans, Lucien. Oui, je suis d'accord. Bah, en France, je suis d'accord. Il y a des joueurs de 17 ans qui jouent en Ligue 1. Mais il y a des exceptions quand même. C'est pas du niveau de National 3 quand même, non. Bah, le championnat algérien. Vous l'estimez à quel niveau ? Non, parce moi, que là, je ne parle pas du championnat. Je parle de la qualité intrinsèque de nos joueurs. C'est tout. Qualité intrinsèque de oui, quoi ? Oui, oui, oui. Je parle de Menezier quand même. Je parle de Zakaria Draoui ouais, quand même. Et d'un niveau. Belaïd est d'un niveau. Oui, mais ça joue en Algérie. Quand Dossi est là-bas, ça un joue bon en niveau. Algérie. Oui, voilà. Fadiha bin Jalay. Fadiha. Laabin Sharfin, ma Sénégal. على عين هذا غير موضوع انا اللي عندي الموضوع المهم ديالي ان لي جان ديالنا يقراو مزيان ما يقولوش القرايه ما بقى فيها ما يدار باقي فيها ما يدار ويقراو جميع اللغات واتونسيون تقولوا الفرنسيه عندكم تغلطوا ردوا بالكم راه لي بيي فرانكوفون راه كيهضروا لي بيي افريكان فرانكوفون كيهضروا الفرنسيه ردوا البال سمعتي قراو الفرنسيه ما تعجبكمش قراوها باش تعرفوا شنو كيقولوا راه اللغه الفرنسيه راه كنقولها شحال مره ولكن عندي بزاف ديال الاعداء مع هذه الفكره هذه اللغه الفرنسيه ماشي لغه الطبقه الغنيه وماشي علامه ديال الغناء سي با زين مارك دو بورجوازي ولا اي مارك دو كولتور ولا ان بنادم اللي يهضر الفرنسيه راه مثقف اللغه الفرنسيه راها انا بالنسبه ليا الامازيغيه احسن منها لان لا لونغ دوريجين ولكن دابا الحتميات التاريخيه بدلت غلبت عليها الحتميات الاقتصاديه اليوم لي زوبيراتور الابناك الكريكات حتى القانون الوضعي تقريبا دوريجين فرنسي راه بزاف انا حنا اون بارل انغلي نهضر علاش نهضر انغلي كتهضر المغاربه كاع كيعرفوا الانغلي حنا الفرنسي هي باش خدامين به كاع الابناك وكاع انا ما نهضرها بالعربيه انا دابا يا بنادم خاصك يبغي يعقد الحوار راه بارلي اون لونغ فرونسيز كتهضر باللغه الفرنسيه باش بعض الناس يفهموا على الاقل منك شي كلمات لي فرانكوفون لي بيي فرانكوفون للشباب ديالنا اللي كاين في اوروبا وما كاين نورمالمون راه يكونوا دو فيديو وحده بالفرنسي وحده بالعربيه ولكن دابا واحد القضيه غادي نقولها لكم بعدا راه كاينه حريه بعدا احترموا العربيه ولا ما نهضرش بالعربيه ونهضر بالفرنسي كونك دماغ كونك انتيليجون راه الفرنسيه خدامه بها لوداب خدامه بها ليداك خدامه فيها لوناب خدام بها الفوسفات خدام بها النافيغاسيون ماريتيم الكود دو روت فرونسي الكود دو نافيغاسيون ماريتيم فرونسي الكود دو نافيغاسيون ايريان فرونسي وفكر مزيان حتى نهار اللي نحيدوا هادشي كامل ولونغلي لي زونغلي حنا عارفين لونغلي عالميه تفكك من جميع المشاكل خصك تعلم ليها وحنا كمغاربه عندنا كلشي لي زونتربريز بالفرونسي اش بغيتي دير تمشي دوز كونكور ما عندكش فرونسي ما تنجحش كونكور كدوز اونتروتيان فرونسي تمشي البنكه
تبغي تخدم في لاسيرونس اونترتيان فرونسي، تخدم عند لي زوبيراتور اونترتيان فرونسي. انا كنصحك غير باش ما تسوفريش، ليكونومي كتقرب الفرونسي، ما بالانجلي ما بالعربيه. ها لو دروا دي زافير، راه حنايا كنقولوا ان المغربي خصو يكون ملتم جميع اللغات. لحد الان اللغه الفرنسيه شاده لي زونتربريز، لي زونتربريز اللي كاينين في المغرب، لي سوسيتي ميتي ناسيونال، راه فيهم مغاربه، عندهم لي زاكسيون لي بار سوسيال ديالهم، عندهم كيما يقولهم الاسهم ديالهم، الاسهم ديالهم فيها. بنادم خاير حدا غير فرنسيه فرنسيه. شوف الموضوع علاش كنهضروا، شنو علاش كنهضروا؟ حتى السنغال باش كيهضروا؟ باش كتهضر مع السنغال تاه اقرب صديق ديالك باش كتهضر معاه؟ وحتى حتى انجلترا كانت دوله استعماريه، نسيتوها. قال لك لا تغيب الشمس في مملكه بريطانيا، بحيث بريطانيا كانت محتله العالم كامل اكثر من فرنسا. واش عارفينها ولا ما عارفينهاش؟ محتله في الميريكان، في لافريك، في اسيا، في اندونيسيا، في استراليا، في جميع القارات. الشمس ما كتغيبش عند بريطانيا، الا هي ماشي دوله والكومنولث، الا هي ماشي دوله استعماريه. هذه هضره خاويه. الاستعمار هو الجهل، والاميه هو الجهل، والجهل والاميه كيجي منه الفقر والبؤس والعنصريه والتطرف والظلاميه والعدميه والتشاؤم والكراهيه. الجهل كيجي منه كل شيء. هذا الشيء واللي حنا كنهضروا باللغه العربيه، اللغه العربيه توكلك الخبز بوحدها. والله العظيم انا كنقول لي جون اللي كيسمعوا، اللي عندي شي اب واعي عندك تسمع لها الهضره هذه ديال اللغه، قري ولدك اللغه الفرنسيه وقري لونغلي، قري لونغلي وقري الفرنسي، ونهار اللي غادي يمشي يدوز اونتروتيان حطوا ليه بالفرنسي، راه موجود اي لي بريزون. لي كونكور ديال الماليه باش كيدوزوا؟ لي غران كونكور ديال لي انسبكتور ديال الماليه، انا اصعب كونكور ديال الماليه، باش كيدوزوا؟ راه بالفرنسيه. هذه نصيحه مني انا لهنا، يعلم باباك الفرنسيه. بغيتك تبقى عارف غير العربيه والدارجه والنش، تعرف حتى حاجه، فهمتي؟ تولا كوما نيديو ا باغي. لونغلي الا ما كانش عندك الفرنسي، لونغلي غيجيك صعيب، لان لا باز ديال لي لونغ لاتاي لو غريك كاينين في الفرنسي، وكاينين في الايطاليان، وكاينين في الاسبانيول، وكاينين في الفرنسيه. الا ما عندكش الفرنسي، تا لونغلي تبغي تعلمها راه يجيك صعيب. السبانيوليه تجيك صعيبه، والاخر يجيك صعيب. خليو بنادم يتثقف، خليو خلينا من ديك ها ديك الدين بوحدو، والعقائد بوحدها، والروحانيات بوحدها، ما تخلطوش شويه. خليو الناس توعى وتقرا شويه، بركه ما تدخلوش فيش. المهم راه طولنا بزاف شويه، تبارك الله عليكم وشكرا لكم. وانا شوف عندي اليقين ان المغاربه معايا، عندي اليقين ان المغاربه معايا 100% داخل وخارج الوطن، مع التفكير ديالي وانا معاهم. ما كنعطيهم ما كيعطيوني، فهمتي؟ ما كنعطيهم ما يعطيوني. انا كنربحك الوقت اللي طاحوا فيه بزاف، غلطوا فيه ما لقاوش منين نصحهم. كنربحك الوقت، تقدر دير جوج خدمات ثلاثه خدمات، عندك 30 عام وكان عندك السالير ضعيف، سير تعلم شي صنعه راه تعاونك. تعلم شي صنعه اللي تقدر ديبلاصا فيها بلومبيي الكتريسيان، شي حاجه اللي فهمتي فيترولي، تعلم شي حوايج ودير لي كارت فيزيت وتخدم وتصور الخبز صحيح وتدير معارف ودير علاقات. اما الا بقيتي عساس حياتك كامله ما تبروغريسيش. اي حاجه تعلم. اما هاد اللغه داكشي شغلك، بغيتي تقرا فرنسيه ولا انجلي ولا دبر راسك. حنا راه عندنا اللغه ديالنا الام اللي هي الامازيغيه، وعندنا العربيه، وعندنا المعهد الملكي للامازيغيه، وحنا كنحتارمو اللغات ديالنا وكنبغيو اللغات ديالنا. ولكن هذا لو موند دابا، لو موند يدوفوني ان بوتي ان بوتي كارتي، ماشي حتى فيلاج. لما كانت عندك لي لون كاملين صلوا عليك صلاه الجنازه، اليوم ولاو لي لوجيسيال ولاو كذا باش ترجم، ولكن خصك تكون لداخل في الاعماق ديالك تعرف اللغات كاملين. تبارك الله عليكم اخويا. لا تحب سعد الشرعي الله يعاوننا ويعاونك، انا حبستك ولا راه تا حر صاحبي، انت مالك صاحبي؟ كاين اللي كيبغي رونالدو، كاين اللي يبغي ميسي. انا راه ما كندير لا كونكورونس مع شي واحد، راه انتم دماغكم
نتوما هاد الناس ديالو هادو الاسلامواتيين المزورين اللي تابعين لقطر. نجيك ديريكت، نتوما كاملين اللي كتهلوا بهذا. قطر هي اللي دايره، قطر هي الرائده ديال المخابرات ديال الدول العربيه، وهي اللي خربت العالم. الاعلام القطري اللي كاين باثق منه ما كان تيقش فيها هنايا. قطر هي اللي نوضت الجهاديين، ولا نوضت الداعشيين، واللي نوضت القاعديين. شكون كان كيتبع الظواهري فين ما مشى، اسامه بن لادن فين ما مشى، والطالبان والروينه الكحلام غير قطر؟ ما كنا نعرفوا عليهم والو، كنا غنعرفوا عليهم حتى حاجه غير قطر. فين ما دخلتي شي قهوه تلقى الجزيره والتحت الاحمر، قتيله، ذبيحه، فجيره، ثقيله، قتيحه، ما كاين لا امن لا امان. اجي تقول لي انا راه واش ما عايقش بكم؟ انا راه عايق بكم نتوما، مدرقين نتوما، باقي عندكم العاطفه للقاعده والعاطفه للدعشيه والعاطفه الاخوانجيه المتطرفه. شو انا ما عارفكمش، كتحسوا بعضياتكم نتوما وحنا عايقين بكم، حنا عايقين بكم. تقروا هذا اسعد ديالك اللي الدوله مخليه لي حريه التجول بالبورطابل وكل شيء، ما عارفاش، ما عارفاش كيدخل فين ما بغى يصور. كنتمنى ان بعض المغاربه ما يعطيوليش الاسرار الحساسه، لانهم الرخاص كاينين اللي غادي يعطيولي اسرار حساسه، وهي يقدر يدور هو بالبورطابل. دابا خليتينا نهضروا هذا الموضوع، ماكش باغي نهضر عليه. يقدر يدور بورطابل في الجزائر بهذه الدوره، ولا في بلاده بحال هكذا، ولا في سوريا، ولا في يدور هكذا بورطابل يدور يصور. لا على الشيطان شويه، هذه راهي بلادكم، هذه ضربوا معايا هنايا على واحد، تمام فهمتي؟ شويه ديال العقل، فهمتي؟ فهمتي؟ المغاربه كاع مسلمين، لا كنتو نتوما خوانجيه، دوك المتطرفين ديال الخوانجيه لي زيكستريم خوانجيست، عندكم العاطفه البلادان والظاهريه ومدرقين، وحنا فايقين بكم، حنا فايقين بكم وكلشي فايق بكم، سمعتي؟ انا ما عندي لا مع زرود لا مع مولاي بيه. سمعتيني؟ انا شحال واحد قالها لي، راه صحابي كيعرفوني، يقولوا لا نجي عندك قهوه ولا كاساتين، ما تقولش المراه ديالك طيب لي شي حاجه نهائيا. حتى انا كي كنبغي نعرض على شي واحد كندير ريستورون ولا كندير شي بلاصه، ما عدا لا الدار هما عرضوا عليه، الدار الاسره تعرض تقول جيب داك صاحبك، هذاك السعاد نجيبو هنايا. تبارك الله عليكم، وتحيه للمغاربه كاملين، لان المغاربه كلهم احرار، وهادو اللي راهم كيسبوا يعايروا لا غير لا علاقه لهم بالدم المغربي. تبارك الله عليكم، حنا شوف حنا مقصرين، فهمتي؟ حنا مقصرين، ولكن راه كيدوزوني ميساج، راه كيجوني دي سونتان دو كومينيكاسيون، الناس اللي كياخذوا الميساج وكيقريوها لولادهم. سمعتيني؟ انت تحسب هذا الشيء راه حنا كنهضروا في الخوال الخاوي، كاين الناس اللي متبعه والناس اللي كتهتم، وتحيه ليهم واحترام واجلال. انا راهي مغربي، سمعتي؟ انا غير مغربي، انا راه ماشي شي واحد مغربي اللي باغي بلادي غدا الاحفاد ديالي يطلعوا يلقاو الاجواء زوينه، يلقاو كل شيء زوين، لان حنا نقدروا نكونوا احسن من سويسرا وحسن من السويد وحسن من الدنمارك. خصنا نثقوا في راسنا، كونوا شرخاص ماشي اللي جايه كنا. هم المهم راه بداو كيدخلوا الدباب الدباب يدقوا في الباب معانقين القراب والطلاب، وحاضر اللي جاب واللي ما جاب واللي حضر واللي غاب. اودي ما تصوروا مني والو، هاكا تصدوا راسكم. انا راه ندير الدبابه، ندير لي عليك اغنيه ونقصر معاك مزيان. تبارك الله عليكم، وسمحوا لي راه طولت، ولكن هذا هو الوقت جابتها. فيديو من بعده، وراه كنصور الدار البيضاء نقيه هكذا تشعل. اسمع الدبابات، انت كتقول لي الجزائر ما الجزائر، نتحداك دير لي لايف في احسن مدينه عندك في غير ان دوميير، ان لايف ان دوميير، وانت كتجول في المدينه صناق تاكلها هنا في الودنين، ها الودن ديالك طرش زن. دير لايف، نعرفك انت دوبا وراجل، دير لايف صناق، والله ما كان المسمن والملوي، والله ما تقدر. حنا الحمد لله، شتي هاد اسعد اللي كيسبونا عليه، هما هادو كيدورو كيصورو كيديرو، الدباب كيديروا 70 كونت باش والله الا صافي كيضحكوني والله. على اي، شكرا لكم اخوتي المغاربه بلاتي مرحبا بك الدباب، انت وصحابك الدبانات، حنا عندنا غير النحل هكذا كيدير، عندنا غير النحل المغاربه هكذا يديروا، شبعاني كلشي موجود كلشي كاين،
جزائر شعار جزائر 1 2 3 فيق بكري روح تجري باش تلقى ما تشري 1 2 3 فيفا الجيري فيق بكري نوض بكري روح تجري باش تلقى ما تشري تبارك الله عليكم.